مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة معنا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. رئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، حيث يعد هذا الحوار أحد أهم المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم. يعني طبعا حابين يعني نتكلم باستفاضة أكتر في هذا الخبر. معانا على الهاتف المهندس صابر عثمان، المنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور يا فندم، مع حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحياتك، كل سنة وحياتك طيب. وحياتك طيب. الحقيقة طبعا يعني خليني أبدأ مع حضرتك بأهمية طبعا المشاركة المصرية طبعا بهذا الحوار الخاص بالمناخ، وتحديدا قبل انعقاد يعني قمة المناخ في نوفمبر القادم بشرم الشيخ. طبعا الحوار بيعقد بشكل سنوي قبل مؤتمرات الأطراف. يمكن دي السنة دي كان فيه اختلاف كبير، إن المرة دي بيحضر السيد الرئيس، والحوار بيعقد بشراكة بين مصر وألمانيا كرئاسة لمؤتمر أطراف تغير المناخ، وبالتالي ده بيعطي أهمية كبيرة جدا لهذا الحوار هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة اللي كان بيحضروا فقط وزراء البيئة، خاصة والأوضاع الجيوسياسية في العالم كله الاقتصادية يمكن أن تؤثر على نتائج مفاوضات تغير المناخ خلال قمة شرم الشيخ في نوفمبر القادم. وبالتالي مشاركة السيد الرئيس بتعطي زخم لحوار بطرسبرغ، وتعمل على محاولة تفادي أي عقبات ستواجه المفاوضات أثناء قمة شرم الشيخ القادمة. طيب برضو يعني حابب يعني أسأل حضرتك، هل هذا الحوار بيعقد بصفة دورية كل عام بألمانيا؟ طبعا بيعقد سنويا، ومصر بتشارك فيه يعني منذ ما يزيد على 10 سنوات حتى الآن، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تعقد على المستوى الرئاسي. في الأعوام السابقة كان يشارك فقط وزراء البيئة. تمام. طيب برضو يعني أهم الأولويات التي يعني ستناقش أو ستناقش طبعا في قمة المناخ بشرم الشيخ برضو من وجهة نظر حضرتك؟ قطعا في أجندة تفاوضية دي قائمة ومستمرة بشكل سنوي، ومعالمها واضحة. بنناقش دايما موضوعات متعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية لا يزيد عن 1.5 إلى 2 درجة مئوية. بنناقش موضوعات متعلقة بالتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى موضوع هام جدا وهو يهم الدول النامية، وهو آليات التنفيذ، التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات التي وعدت الدول المتقدمة بتقديمها إلى الدول النامية للمساهمة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ عليها، خاصة وأن الدول النامية لم تكن متسببة في حدوث هذه الظاهرة. بالإضافة لذلك هناك عدد من الملفات التي تطرحها رئاسة كل مؤتمر. هذا العام الرئاسة المصرية تطرح عدد من الموضوعات متعلقة بالمرأة، متعلقة بالشباب، متعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، متعلقة برجال الأعمال والمبدعين والمبتكرين أصحاب المشروعات الناشئة الجديدة، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الفنية المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ لأنه يعد أولوية كبرى على طاولة المفاوضات وتهتم به كافة الدول النامية، وأيضا ما يرتبط بالخسائر والأضرار حيث تحاول الدول النامية الحصول على تعويضات، خاصة أن هناك بعض الدول ستختفي حتى من الوجود مثل الدول الجزرية الموجودة في المحيطات نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر. وبالتالي هناك عملين عمل مستمر سوف تقوم مصر باستكمال نتائج الأعمال خلال 27 عام الماضية، وسوف تقوم بتسليم هذه النتائج العام القادم إلى الدولة الشقيقة الإمارات. وهناك بعض الأمور التي اقترحتها جمهورية مصر العربية والرئاسة المصرية لهذا المؤتمر لإعطاء الزخم اللازم لهذه المفاوضات. طيب ايضا يعني حابب يعني اتواجه حياتك بسؤال، بان اهم المشروعات طبعا اللي قامت بها مصر والمتعلقه طبعا بالتنميه المستدامه ويعني لتخفيف اثار التغيرات المناخيه، برضو حضرتك توضح لنا هذه النقطه. طبعا مصر بتعمل على قضيه تغير المناخ، يعني احنا من اوائل الدول اللي وقعت وصدقت على اتفاقيه التغيرات المناخيه،
وعندنا الأعمال المتعلقة بتغير المناخ، منها ما هو متعلق بسياسات تغير المناخ. جمهورية مصر العربية قامت بإعداد العديد من التقارير التي توضح تأثيرات تغير المناخ على جمهورية مصر العربية والإمكانيات التي تحتاجها مصر من النواحي المادية والتمويل وبناء القدرات والتكنولوجيات لمواجهة هذه التأثيرات، بالإضافة أيضا إلى تنمية وتقوية البناء المؤسسي. مصر تعتبر واحدة من أوائل الدول التي تمتلك ما يسمى مجلس وزراء مصغر لتغير المناخ، فمجلس الوزراء مجلس التغيرات المناخية الوطني برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعدد 7 وزراء، وزراء التخطيط والمالية والبيئة والخارجية والزراعة والموارد المائية والري، حتى يتمكن هؤلاء الوزراء من دمج وتعميم سياسات تغير المناخ داخل خطة الدولة للتنمية. وهنا تأتي المشروعات التنموية المرتبطة بتحقيق استراتيجية 2030 لجمهورية مصر العربية للتنمية المستدامة، وهذه المشروعات تنقسم إلى جزئين: جزء متعلق بمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، ونمتلك منها واحدة من أكبر محطات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بمحافظة أسوان، محطة بنبان للطاقة المتجددة. أيضا مشروعات متعلقة بتوليد الطاقة من الرياح مثل المشروعات الموجودة في منطقة البحر الأحمر، الزعفرانة وخليج الزيت وخليج السويس. أيضا هناك مشروعات متعلقة بتحسين كفاءة الطاقة، فكل المواطنين الآن يشترون لمبات الموفرة للطاقة LED. أيضا هناك مشروعات متعلقة بوسائل النقل وتطويرها مثل مشروعات المترو، مشروعات الأتوبيسات الكهربائية، مشروعات القطار الخفيف المونوريل، مشروعات القطار السريع. كل هذه المشروعات الهدف منها خفض الانبعاثات. على الجانب الآخر هناك مشروعات الهدف منها التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، خاصة أهم التهديدات التي تواجه مصر مثل ارتفاع سطح البحر. فأي حد من المواطنين المصريين هيزور محافظة زي دمياط أو محافظة زي الإسكندرية سوف يجد هناك مشروعات لحماية الشواطئ من التآكل والنهر، بوضع مجموعة من البلوكات الأسمنتية. هناك أيضا مشروعات أخرى هامة جدا يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتحقيق التنمية الساحلية المتكاملة، ليس فقط الحفاظ على الشواطئ وإنما أيضا تنمية هذه المناطق بشكل يساعد السكان فيها على مواجهة تأثير تغير المناخ وتحسين قدرتهم على التكيف. هناك أيضا مشروعات متعلقة بالزراعة وتطوير المحاصيل لمواجهة التأثيرات الناتجة عليها، سواء من تملح التربة نتيجة ارتفاع سطح البحر أو تأثير الموجات الجوية القاسية مثل الموجات الحارة أو الباردة أو الأمطار الغزيرة أو السيول أو غيرها، بالإضافة إلى تنمية موردنا المائية. فمصر تعمل على ترشيد استهلاك المياه في قطاع الزراعة، خاصة من 85% من مواردنا المائية تذهب إلى هذا القطاع، فمشروعات تبطين الترع على سبيل المثال تساهم في هذا الأمر. أيضا هناك مشروعات لتطوير الري الحقلي، بالإضافة إلى بعض المشروعات المتعلقة بتحلية مياه البحر لتوفير المياه إلى بعض المناطق الحضرية والحد من استهلاك المياه العذبة الواردة من المياه. هو فعلا يعني طبعا زي ما حضرتك اوضحت لنا يعني طبعا تفاصيل جميله، وانا بشكرك عليها طبعا عشان مشاهدينا يبقوا على درايه اكتر بهذا الموضوع. طبعا احنا في الاول وفي الاخر بنتمنى طبعا اولا يعني زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا يعني تنال المراد منها، وكمان بنتمنى طبعا لقمه المناخ العالميه مدينه شرم الشيخ ان شاء الله تنعقد في ميعادها وكل حاجه تبقى الافضل والافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله يا باشمهندس. أنا الحقيقة بشكر وقت حضرتك وبشكرك على هذه التفاصيل. المهندس صابر عثمان المنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.